مجموعة دول الكاريبي بترشيح مصر لنيل العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي عن شمال إفريقيا لعام 2016-2017 خلال الانتخابات التي ستعقد في الجمعية العامة في أكتوبر المقبل. الزميل عبد الباسط يونس يلقي الضوء على جهود مصر الدبلوماسية في هذا الصدد من خلال التقرير التالي. بجولة في الولايات المتحدة، بدأت مصر في الترويج بقوة للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لدورة 2016-2017. الخارجية المصرية تعتمد على إبراز مواقف القاهرة الداعمة للسلام في العالم، وكذا جهودها في محاربة الإرهاب وعمليات حفظ الأمن على المستوى الدولي، إضافة لموقعها الجغرافي والتاريخي الذي جعلها ملتقى ثقافات العالم القديمة ومركز التجارة العالمية حديثا. سفراء المجموعة العربية في نيويورك كانوا أحد الأطراف الهامة في لقاءات وزير الخارجية سامح شكري. لقاءات الدبلوماسية المصرية تضمنت أيضا الاجتماع مع المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الأفريقية لدى الأمم المتحدة، خاصة بعد دعم الاتحاد للقاهرة خلال قمته الأخيرة مطلع هذا العام. ولنيل مصر العضوية غير الدائمة يتحتم عليها اجتياز الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر المقبل لشغل المقعد المخصص لإقليم شمال أفريقيا في مجلس الأمن، وهو أيضا المقعد العربي الذي يتم التناوب عليه بين إقليمي شمال أفريقيا وغرب آسيا. مصر التي حصلت على العضوية غير الدائمة 4 مرات، كان آخرها عامي 96 و97، تسعى مجددا لنصر دبلوماسي جديد والعودة للعب دور إقليمي ودولي غابت عنه لسنوات. للتعليق مع سعادة السفير رؤوف سعيد مساعد وزير الخارجية الأسبق، تحياتي يا سعادة السفير، وأسألك يعني المؤشرات المؤشرات سعادة السفير تقول ان مصر هي اقرب او في اعلى حظوظها هذه المرة لنيل هذا المقعد غير الدائم لمجلس الامن، فما هي وجهة نظرك او كيف ترى الامر؟ شوف يعني لو بس الوقت يسمح، لان هذا الموضوع مهم للغاية. بالطبع فانه مصر فعلا يعني المؤشرات تشير الى قرب حصولها على هذا المقعد، خصوصا وانها امنت الشرط الاساسي وهو المجموعة الجغرافية التي تنتمي اليها وهي مجموعة افريقيا، المجموعة الافريقية ككل. وافقت على ان تكون مصر هي المرشح الافريقي لمجلس الامن، وبعد ان امنت ايضا التأييد المجموعة الدول العالم الاسلامي، وايضا تأييد عدد كثير من الدول الكبرى. وما زال جهد الوزير سامح شكري الحقيقه المكثف في نيويورك الان يعني جاري فيها مع استكمال هذا التأييد الى اقصى حدود ممكنه. لكن الحقيقه ما اريد ان اتحدث اليه ان المساله تتجاوز بكثير عن انها تكون نصر دبلوماسي، يعني نرجو ان نتعامل مع مثل هذه الامور بما تستحقه، لانه الجهد المبذول ليس فقط لحقيقه نصر دبلوماسي او تسجيل نصر دبلوماسي بقدر ما هو مساهمه في على الاقل عدد اشياء رئيسي من القضايا. الجانب الاول من هذه القضايا هو انه احد شروط ان الدوله ترشح المجلس الامن انها تكون دوله محبه للسلام، انها تكون من الدول التي تساهم في عمليه حفظ السلام، من الدول التي تؤمن بالتعاون الدولي ولها ادوار ملحوظه وملموسه سواء في محيطها الجوار المباشر او في محيط الاقليمي او الدولي. ومصر تستوفي هذه المعايير بوضوح. الامر الثاني هو انه التواجد في مجلس الامن بيفتح نافذه هامه جدا للتعامل مع القضايا الاقليميه والقضايا الدوليه، خصوصا ونحن الان نواجه عالم مختلف بكل المعايير، قضايا مختلفه، ازمات مختلفه، صراعات مختلفه. الدم الذي يسيل في مناطق كثيره من العالم وخصوصا في منطقه الشرق الاوسط، كل هذه الامور القضايا مصر تهتم بها للتاثير المباشر وغير المباشر، لانه التاثير المباشر سواء من منطقه المجاوره او التاثير الدولي، كل ذلك اصبح الان في عالم الكوكبه او العولمه لم يعد هناك احد تستطيع دوله ان تكون بمنأى عن هذه التاثيرات. ومصر الان تقوم يعني مصر الجديده الان في مرحله نوعية مختلفة من التنمية والتحول إلى الديمقراطية وبناء حكم مدني متكامل.
إذن الصوت هناك سوف يكون مسموعا بشكل واضح في مختلف القضايا، ومصر حتى لو أنها عضو غير دائم ولا تملك حق التصويت إلا أنها تستطيع أن تطرح وجهة نظر يعني تساهم في زيادة التوافق الدولي حول مفاهيم جديدة، خصوصا وفي حالة السيولة فيما يتعلق طيب قانون التدخل الإنساني وخلافه، فدي قضايا مهمة. طيب هو بالنسبة لسؤالي يا فندم، هو طبعا إذا كان هذا الأمر بيعطي أو بيعطي فوائد كثيرة جدا على مستوى الصعيد الدولي لمصر ومحيطها الدولي ومحيطها الإقليمي، سؤالي بشكل بسيط، المصريين في الداخل ماذا سيستفيدوا من هذا الأمر؟ ما النهارده عندما تشعر ان دولتك تساهم في مجلس الامن الذي يعبر عن ضمير المجتمع الدولي وتحقق نتائج سواء فيما في قضايا مثل مثلا القضايا في الامن او في اليمن او في سوريا او في ليبيا، لما مصر يكون لها اسهام مباشر في تكوين وعي جديد وخلق قوة دفع جديدة في التعامل مع القضايا الدولية، هذا بيرتد إيجابا بشكل مباشر على المصريين في الداخل. يعني مسألة أن تشعر أن دولتك تساهم في بإسهام إيجابي في صنع القرار الدولي، هذا أمر هام جدا، خصوصا وأن هذا القرار الدولي بيؤثر عليك، يعني بيرتد عليك بهدف أن يكون ارتداد إيجابي. لابد ايضا ان احنا نزيد الوعي بين الناس، ودي مش مسؤوليتكم يا اخواني، انه الامم المتحده في مجلس الامن بالذات قضيه فيها تناقض اساسي، لان مجلس الامن ومنظمه الامم المتحده قامت على فكره الامن الجماعي، والامن الجماعي يعني انك انت بتطبق القانون الدولي بشكل صحيح. سليم صحيح. في نفس صحيح. الوقت انت بتعطي للدول الدائمه حق التصويت، بمعنى انه انك بيخدم مصالحهم الفرديه، وبالتالي فهناك تناقض. وارجو انك انت عشان اختم كلامي تلاحظ تصريح سامح شكري اليوم انه بيتكلم عن ضروره اصلاح مجلس الامن، فهذا امر هام جدا انك ان تساهم في اصلاح هذه المنظمه التي نشات منذ 1945، لابد ان يعاد انشائها لكي تناسب الاوضاع الدوليه. انا بشكرك جزيلا يا فندم سعاد سفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجيه الاسبق، تعليقا طبعا على تقدم مصر للترشح لعضويه مجلس الامن لمقعد غير دائم، ولنذكر الساده المشاهدين الامر سيحسم في اكتوبر القادم. الى جلوه سريعه في بعض الاخبار العربيه والعالميه بالطبع، نبداها من ارض الاحداث الساخنه اليمن. في اليمن تواصلت غارات التحالف على مواقع الحوثيين، حيث استهدفت في احدث طلعه فيها مواقع القشاع والمظلوم وعبود، وهي اماكن حولها الحوثيون الى سكنات عسكريه. وفي عدن شن طيران التحالف غارات جديده على القصر الرئاسي ومطار عدن ومواقع استراتيجيه اخرى تابعه للحوثيين. قال الجيش العراقي ان خطوط الدفاع لارهابي داعش انهارت بشكل تام في ناحيه الكرمه بالانبار. ياتي ذلك بعد يومين من الهجوم العسكري الواسع الذي نفذته القوات الامنيه والحشد الشعبي الذي اسفر عن مقتل واصابه العشرات من التنظيم، كما يؤكد الجيش العراقي من جهته. اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان اخراج تنظيم داعش من العراق بات قريبا، وشدد على انه لا يوجد بين اهل السنه في العراق من يؤيد تنظيم داعش، وأن أكثر مسلح التنظيم هم من المقاتلين الأجانب. وفي سوريا سيطرت الفصائل المسلحة المتحالفة بشكل شبه كامل على مدينة جسر شغور في ريف إدلب، فيما قتل أكثر من 15 جنديا من النظام بتفجير مبنى في حلم، وفقا لمصادر المعارضة المسلحة. وتفتح السيطرة على جسر الشغور الاستراتيجية الواقعة في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، تفتح الطريق على محافظة اللاذقية. بمسيرات حاشدة أحيت أرمينيا الذكرى المئوية لما يوصف بالإبادة الجماعية للأرمن من طرف الجيش العثماني بين عامي 1915 و1917،
الاحتفالات الرسمية التي انطلقت في العاصمة بريمان وبعض من دول العالم شهدت مسيرات ضخمة نحو النصب التذكاري الذي يخلد الذكرى المأساوية. ووسط الجدل الدولي القائم حول مصطلح الإبادة الجماعية للأرمن، شارك رئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي فرانسوا أولاند في الاحتفالات الرسمية إلى جانب وفود من 60 بلدا أمام نصب الضحايا في العاصمة الأرمينية.